التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. هكذا ينطلق شوط الختام وشوط الوداع اللي ودع برنامجنا من خلال 20 شوطا في صباح هذا اليوم. فتهانينا وناموس لكل الفائزين في الأشواط الماضية، وحضر وفر لمن لا يحالفه الحظ في أشواطنا الماضية. يسير هذا الشوط، شوط الختام الخاص بالإبكار، ومباشرة إلى المقدمة وإلى المركز الأول والصدارة الأولى. وهنا على مقدمة الشوط الظبي علي بن خليفة بن شاهين المرر مع صدارة هذا الشوط ومع المركز الأول، بينما النغلة إلى المركز الثاني. لنتابع اللي قادم سوايب لعمر بن مبارك بالجافلة الحميري، بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث عندنا المتحدة سهيل بن رملي بن محمد العامري، بينما في رابع المراكز تقدمت أيها الأخوة الكرام حشيمة مطر بن عيد بالكوس الفلاسي مع المركز الرابع، بينما في خامس المراكز اللي تقدمت من الجانب الآخر هذه مشاهدينا الكرام واصلة اللي هي تغريد أو تغاريد لسيف بن فالح بن راشد الشامسي، يقدم لنا ايضا تغريد، نعم تغريد، بينما ناخذ الوصول على المركز السابع. وفي المركز السابع وصلت اللي هي مشاعر البطيبية مع بن صبيح الفلاسي، بينما في المركز الثامن هذه تقدمت الشاهنية علي بن سيف بن ضحاك الشامسي. وفي المركز التاسع، في المركز التاسع أيها الأخوة الكرام قادم الظبي محمد بن قشام بن سعيد المحرمي، بينما في المركز العاشر وصلت الآن جبار مبارك بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي. هكذا النتيجة وهكذا ندائنا للمراكز الأولى المتقدمة التي تسير في ناموس هذا الشوط. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نعود إلى البداية وإلى المركز الأول. وهذه هي الآن اللي مسيطرة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي الرائع والجميل أيها الأخوة الكرام. تحمل رقم 36 الظبي لعلي بن خليفة بن شاهين المرر في صدارة هذا الشوط وفي المركز الأول، بينما في المركز الثاني متواجدة تغريد لسيف بن فالح بن راشد الشامسي، بينما في المركز الثالث وفي المركز الثالث سوايب عمر بن مبارك بالجافلة الحميرية تقدم إلى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وفي المركز الرابع عندنا اللي قادمة عوايد عبيد بن محمد بن عبيد الدرعية مع المركز الرابع، بينما في خامس المراكز وصلت أيها الأخوة الكرام الشاهينية علي بن سيف بن علي بن ضحاك الشامسي. ولكن كيلو ونصف الكيلو اللي يفصلنا عن خط النهاية أيها الأخوة المشاهدين. شوط الختام ووصلنا بالرشيد، وصل بالرشيد، وصل راعي النوعيات، وصل راعي السبق. يتقدم في هذه اللحظات محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. مرحبا بهذا الحضور، مرحبا بهذا الغدوم في هذه الاندفاعة الجميلة، ليقدم أيها الأخوة الكرام لنا انطلاقة جميرة. ويا مرحبا بجميرة بأكملها من خلال هذه
الانطلاقات وهذه التحديات. وين السلام؟ وين الفوز؟ وين؟ من خلال هذه الاندفاعات، من خلال هذه الانطلاقات الرائعة. لكن نعود إلى المقدمة، روح يا الليبي، روح وقدمنا هناك مع الصدارة، مع المركز الأول. هذه عوايد عبيد بن محمد بن عبيد الدرعية، لكن هناك جميرة محمد بن سلطان بن رشيد بن رشيد بن رشيد، وهنا القادمة، وهنا القادمة في هذه اللحظات سلهود عبد الله بطير بن سهيل العامري. الله 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 الله، وصلكم بالأسود مع مزون، مع مزون، مزون لخليفة بن عبد الله بن محمد أيضا يتقدم في هذه اللحظات، إذا صح التعبير يا بالأسود، مع هذه الانطلاقة الجميلة ما شاء الله وتبارك الله على هذا التحدي، على هذا الانطلاق بطير. ولكن مزون خليفة بن عبد الله بن محمد القعود اللي على المقدمة، الله الله على هذا الانطلاق الجميل. هذه مشاهدين الأعزاء طارت بشوط الختام، طارت بشوط الختام. تهانينا لمالك مزون خليفة بن محمد بن محمد، وسلام إلى البحرين، سلام سلامي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هنا مشاهدين الكرام، على المركز الثاني وصل شعار بطير عبد الله بطير بن سهيل العامري قدم سلهوده، وفي المركز الثالث، المركز الثالث يذبح بنصيب عوايد لعبيد بن محمد بن عبيد الدرعي. التوقيت الزمني عطنا 6 دقائق و4 ثواني. تهانينا وناموس للجميع. هكذا وصلنا للختام، شكرا نادي دبي، شكرا للجان، تقبلوا تحياتي وتحيات رجلنا، يستودعكم الله، لا تضيع ودائع. الى اللقاء.